بنات، نتمنى تكونوا على خير ويلاقيكم الفيديو ديالي باحسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي ناريس نونو. اليوم غنحضر معكم واحد الحريشات كيجيو غزالين بالزيتون والزحتر على بركه الله. غنبدا معكم المكونات. اول حاجه عندنا 500 غرام ديال السميده الرقيقه، كاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت مذوب مع معلقه كبيره ديال الزبده، كاس الا ربع ديال الحليب. عندنا هنايا الزيتون الكحل مقطع طرفة صغار، عندنا شويه ديال الزحتر على حسب الرغبه. هنايا عندنا معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه، ومعلقه صغيره ديال الملحه. وهنا عندنا الفرماج باش كنعمروا بها الحاجات ديالنا ان شاء الله. المهم تبعوا معايا الطريقه وغنمشي معكم خطوه بخطوه ان شاء الله. المهم هنا من بعد ما درنا داك نص الكاس ديال الزيت اللي مخلوط مع الزبده، كنحاول ندخل الزيت في هاد السميده مزيان باش تنجح لكم هاد الوصفه. ومن الاحسن الا كنتو باغيين ديروها تبيتو فيها هاد الزيت، تبيتوها ليله كامله او على الاقل تخليوها ربع ساعه قبل ما تخلطوا معها المكونات كامله. ها هو زيدو هادشي كامل هنايا. غنزيدو حتى هاد الكمية ديال الزحتر الزيت المقطع. المهم هنايا غنجمعو بالحليب، انا كان عندي متوفر الحليب داكشي باش استخدمتو. بامكانكم الا مكانش غير الماء في الكفاية. وغنزيدو معلقة ديال الفورس وغنكملو نخلطو هادشي كامل ونخليوه ترتاح واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق وعاد نبداو نشكلوهم باش نطيبوهم ان شاء الله. المهم البنات من بعد ما خلينا السميده ديالنا حتى طلعت فيها الخميره مزيان غنبداو نشكلوها بهاد الطريقه. المهم هنا عندنا السميده درت فيها شويه ديال الزيت، غير ملتها شي شويه باش تبقى فاش نديروها في المقله تبقى تعطينا واحد الحموريه اللي هي مزيونه. كنهزو شويه على حسب المول اللي غديروا فيه، يقدر تشكلوا في اي مول عندكم، حتى الا ما كانش غير الغطايه ديال الشيكولا اي غطايه عندكم والحجم اللي بغيتوها، ويقدر يكون كبير ولا صغير يعني على حسب المتوفر عندكم. كنديروا فرماجه فيها لداخل، يعني الفرماج اللي كان عندي راني قسمته طايفات كما كتشوفوا معايا، وكنبدا نجمع عليه ما كنخليهش يبان بهذه الطريقه. من بعد يعني انا استعنت غير بهاد المولات اللي عندي كما كتشوفوا. دابا غنديروها في المقله، راني ديجا درت وحده كطيب كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالها. وكنقصوا عليهم العافيه على مهم شويه، ما كتكونش مجهده بزاف وما تكونش عاوتاني منقصه بزاف، وكنخليهم يطوب على خاطرهم. كنضغطوا عليهم شي شويه باش كيجيونا حشاد ديالنا معاوطين ورقيقين في نفس الوقت. المهم غنتابعوا العمليه بحال هكا حتى نساليو هادشي كامل اللي عندنا. كنرمدوها في السميده. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحاشات ديالي، كيجيو غزالين في المذاق ولا حتى في المنظر. وكنتمنى انهم ينالوا اعجابكم انكم تجربوهم. والحاجه اللي نسيت ما ذكرتهاش ان هذا الفرماج انا اللي درت، بامكانكم تعوضوه يا اما بالجبن يا اما بالفرماج مربعات او اي حاجه بغيتوها، ولا حتى الشيكولا الا كانت كتعجبكم. داكشي باش كنعمرو كيبقى اختياري على حسب الذوق كل واحد وعلى حسب الاختيار اللي متوفر عند اي وحده. وما تنساوش ديروا ليا لايك وسبسكرايب قبل ما تخرجوا من الفيديو باش يوصلكم اي جديد ديالي، وتسناوني في وصفه اخرى ان شاء الله. في امان الله.